اهلا بيكم. النهارده باذن الله هنتكلم في الكيوريشن كجزء من اعداد الماده العلميه في صوره ديجيتال. الكيوريشن زي ما هنشوف عباره عن تجميع للماتيريال المختلفه من مصادر مختلفه، ممكن انت تكون عامل بعضها او مش عامل بعضها، وهنستغل بالتالي الامكانيات اللي موجوده على الانترنت والريسورسز الكتير اللي موجوده على الانترنت في ان احنا نخلق الماتيريال الجديده بتاعتنا اللي عايزين نقدمها للي هيتعلم منها حاجه جديده. علشان كده احنا هنروح دلوقتي مع بعض ونتعرف على شويه حاجات اللي هنتكلم فيها دي. اولا انا جايب هنا صوره ما يسمى بالسكراب بوك، فكره ان انت يبقى عندك كراسه او عندك حاجه بتلم فيها صور او ملاحظات او بعض الحاجات اللي لقيتها ممكن تعجبك في يوم من الايام. دي فكرة الحقيقة مش جديدة، كتير مننا واحنا صغيرين كنا بنعمل كده، لان احنا نلم حاجتنا في كراسة ونلزقها. فكرة القصر واللزق دي بقى هي الفكرة الاساسية اللي ورا الكيوريشن. فاذا كنا هنقول ايه هو الكيوريشن، فهنبتدي زي ما قلنا انه كولكتنج ماتيريال، برضو ترتيبها بقى يجي مهم. يمكن انا وانا بعمل في السكراب بوك بتاعي ما كنتش مهتم قوي باللوجيكال ارينجمنت بتاع الماتيريال، لكن وانا بعمل محاضره او بجهز كورس محتاج برضو الترتيب المنطقي. فهنا الكيوريشن لازم يحط في اعتباره جزء في ازاي الماده العلميه دي هتبقى مترتبه علشان اللي هيتابعها او هيقراها او يتفرج عليها يبقى قادر على ان هو يتابع اللي احنا بنتكلم فيه. وفي نفس الوقت انت في النص بتوصل بقى الحاجات دي ببعضها. انت محتاج تحط ماتيريال من عندك في كتير من الوقت، قد لا يكون في كل الوقت، لكن كتير من الوقت لازم انت توصل بكلمه، بحاجه انت خالقها، بصوره، حتى فيديو صغير انت اللي عامله في وسط فيديوهات انت جايبها من مصادر اخرى وعايز تحطها على المحاضره بتاعتك او على الكورس بتاعك. بنبتدي عملية الكيوريشن بعملية ان احنا بندور على احنا عايزين ايه. طبعا ده بيعتمد على ان انت المفروض تعرف ازاي تعمل محاضرة، وبما ان انت بتحضر محاضرة اول حاجة بتحطها في اي محاضرة هو الجول بتاع المحاضرة دي او الاوبجيكتيف الليرنينج اوتكمز بتاعت المحاضرة او الليرنينج اوتكمز بتاعت الكورس. وانس انت عارف انت بتدور على ايه وعايز توصل على ايه، تدي عندك فكره معينه في اللي انت محتاج تعمل له كيوريشن او اللي محتاج تعمل له كرييشن زي ما هنتكلم في المحاضرات الجايه ان شاء الله. المهم ان انت وانس عندك الفكره دي بتبتدي بعمليه السيرش. السيرش طبعا ما اعتقدش ان هيبقى نوع من انواع الاعلانات ان انا هروح اقول انك هتروح تدور على جوجل. الحقيقة انت بتروح وتدور على اي مكان التوبيك اللي انت بتشتغل فيها. فهنا مثلا انا جايب صورة لسيرش على جوجل في ديجيتال كونتنت كيوريشن اند كرييشن فور تيتشرز. الفكرة اول ما انا عملت السيرش ده ظهر لي حاجات كتير عبارة عن مقالات مكتوبة على الانترنت في بلوجز او ويب سايتس، ممكن يبقى فيه صور، ممكن يبقى فيه فيديوز، ممكن 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 ممكن. المهم ان البداية كانت في ان انا جبت الكونتنت الحاجات اللي لها علاقة بالكيوردز. خلي بالك هنا لما حطيت تايتل بتاعت الكورس انا بيجي لي حاجات كتير، ممكن بقى جوه التايتل دي بيبقى عندي كلمات اهم بدور عليها، لو هركز على الكيوريشن لوحده، لو هركز على الكرييشن لوحده، لو هركز على السكراب بوك، لو هركز على حسب التايتل او النقطة اللي انت عايز تتكلم فيها، بتعمل سيرش وبيجي لك النتائج اللي ريليفنت للسيرش اللي انت عملته ده. يجي بعد كده النقطة مهمة جدا، وهي ان انت وانت بتعمل السيرش بتلاقي معلومات او افكار او
ريزلتس جت في السيرش ده ممكن ما كانتش تخطر في بالك، ودي فرصة طيبة جدا. ليه؟ لان ده ممكن نعتبرها عملية من عمليات البرين ستورمينج. انت لما بيطلع لك حاجات انت ما كنتش متوقعها او مستنيها، ممكن ده بيطلع افكار في دماغك عن النقط اللي ممكن تتكلم فيها او الكيوردز اللي تعمل عليها سيرش بعد كده في التوبيك اللي انت عايز تشتغل عليه. فانت اعتبر عملية السيرشنج دي عملية برين ستورمينج زي ما هي عملية بحث عن حاجة انت اوريدي عارفها او عارف انت بتدور على ايه. لا، البرين ستورمينج كمان يبقى انت كمان بيطلع لك حاجات ممكن انت ما كنتش عارف انها تفيدك لكن طلعت تفيدك. المهم وانس عمليه السيرش وعمليه البرين ستورمنج اشتغلت، بيبتدي عندك ان انت في ماتيريال ابتدت تبقى موجوده وعايز تلمها. طبعا ده يحتاج منك حاجه تلم فيها. الوسيله التقليديه انك بتعمل داونلود، سواء داونلود لبي دي اف، داونلود لصوره وما الى ذلك. بس النهارده احنا عندنا كمان حاجه اسمها سوشيال بوك ماركينج تولز. والسوشيال بوك ماركينج تولز دي عباره عن ويب سايتس او ابلكيشنز ممكن بتنزل على التليفون او على السمارت فون او التابلت بتاعك، وتقدر تشغلها ومن خلالها بتعمل زي بوك مارك. بتقول والله دي تهمني وتقوم شايلها. شايلها دي ممكن بعد كده انت ترجع لها ليتر، او ان انت بتعمل لها شيرينج مع الاخرين. يمكن الحاجات اللي بتهمني انا او استريحت في الشغل عليها اللي هو الويب سايت اللي اسمه بينترست. وهنا تشوف ادي بينترست انا فتحه هنا، عبارة عن ويب سايت عليه مجموعة من الكليب بوردز، وكل كليب بورد انا حاطط عليها شوية حاجات. انا هخش معاك دلوقتي على بينترست لان انا يهمني بينترست، فهنخش في الفيديو الجاي بسرعة نحاول نكسبلور ايه الامكانيات او بعض الحاجات اللي موجودة في بينترست، علشان انت محتاج تخش عليها وتشتغل بيها او اشتغل على اي حاجة تانية. لكن انا طبعا يمكن بعمل ريكومنديشن لبينترست لان حسيت ان هو مفيد وناس كتير بتستخدمه، وبالتالي هتلاقي سهولة في ان انت تنقل اللي انت حطيته على بينترست وتعمل له شيرينج مع الناس التانية. فتابعني في الفيديو الجاي، هنفتح بينترست مع بعض بسرعة ونقلب فيه مش اكتر، نشوف وسيلة تنظيم المعلومات. هنتظركم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وشوفك على خير.